السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هقدم لكم طريقة عمل بودرة النسكافيه، يعني بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وأتمنى للفيديو حبايبي يعجبكم. ما هنحتاج حبايبي نبدأ كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول لكم المقادير المكونات هنحتاج لإيه، وبرضه هسيب لكم المكونات ديت هسيبها لكم برضه في صندوق الوصف للي عايز برضو، يعني اللي عايز تاخدها سكرين ولا حاجة عشان تبقى سهلة عليكم برضو. فهنحتاج حبايبي لكوباية لبن بودرة، وهنحتاج لكوباية سكر بودرة، هنحتاج لثلاث معالق كبيرة من كريم شانتيه بودرة بودرة، وهنحتاج لثلاث معالق كبيرة قهوة سريعة الذوبان، وهنحتاج لكيس فانيليا بودرة. دي كده مكونات، يعني دي كده المكونات بتاعت بودرة النسكافيه. هنيجي بقى ايه دلوقتي يعني المشروب برضو، عشان برضو ايه تبقى انا قايله لكم ازاي انت تعملي البودرة، وازاي برضو ان انت ايه يعني برضو يبقى عندك فكرة برضو ان انت تعملي المشروب بقى. هنحتاج حبايبي المشروب بقى معانا، هنحتاج لثلاث معالق صغيرة من بودرة القهوة اللي احنا عملناها، ثلاث معالق صغيرة كده هتاخديهم. هنحتاج برضو معلقتين كبيرة كده ايه من المية، وهنحتاج لكوباية مية سخنة او لبن بس كده. فهنيجي بقى دلوقتي، اول حاجة هتبدأي انت بتجيبي مكونات اللي هي بودرة النسكافيه، هتقلبيها كلها مع بعضيها، وبتبدأي انت تحتفظي بيها في قلب ايه في قلب برطمان. لعمل بقى المشروب هتبداي ايه اللي انت هتجيبي حبيبتي، هتجيبي كده اهوت يعني فنجان، وهتحطي فيه كده اهوت ثلاث معالق صغيره من بودره القهوه اللي احنا عملناها، وهتضيفي عليهم 2 معلقه كده اهوت ايه كبيره من الميه او الميه بارده او لبن زي انا ما قلت لكم، وهتبداي بالمضرب كده تضربيهم ايه مع بعض ايه كويس. وبعد كده بتضيفي بقى ايه بعد كده بتضيفي عليهم بقى ايه ميه سخنه او لبن، وبعد كده بتقدميه بس كده. يعني دي طريقته سهله جدا وبسيطه، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم بالفيديو حبايبي. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا عشان لو ما فعلتوش الجرس اشتركتوا من غير ما تفعلوه مش هيوصل لكم اي حاجه انا بقدمها في القناه، فما تنسوش كده فضلا وليس امرا اللي انتوا يعني تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناة اول باول. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.